السد هذا هو السد هذا هو السد. يعني متخوفين من السد كثير، احنا ناس قاعد تبلغنا انه السد بدهم يفجرون، واذا فجروا ما السد وراحت المي عندنا يقتلنا العطش خالص، ما يظل عندنا مي نموت. كارثه بمعنى الكلمه يعني. فاذا بي ناشد احنا مثلا الامم المتحده، ناشد العالم انه يساعدنا على الدواعش قبل ان يفجرون السد.